بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان اهلا ومرحبا بكم. النهارده ان شاء الله عندنا حلقه جديده من الاستوديو التحليلي واللي هيكون ان شاء الله لقاء الاهلي وسان داونز. مباراه العوده او الشوط الثاني في اياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وطبعا زي ما احنا عارفين محطه مهمه جدا في طريق النادي الاهلي اللي ان شاء الله لحظه اللقب العاشر من الاميره الافريقيه. يوم 22 مايو اللي هو النهارده بيرتبط بذكرى جميلة جدا لعشاء النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي يوم 22 مايو سنة 2001 لو نفتكر بيمثل علامة بارزة في تاريخ النادي الأهلي العريق يومها تسلم الكابتن المايسترو صالح سليم رئيس مجلس اداره النادي الأهلي في ذلك الوقت جائزة نادي القرن والذي توج بها النادي الأهلي في ديسمبر سنة 2000 والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ساعتها ان النادي الأهلي هو نادي القرن العشرين في افريقيا من حيث عدد البطولات التي حصل عليها في الفتره من بدايه البطولات الافريقيه للانديه سنه 64 وحتى نهايه القرن والمايسترو كابتن صالح سليم تسلم الجائزه في جوهانسبرج بجنوب افريقيا ويمكن يكون النهارده يعني الكلام ده اللي احنا بنحتفل بيه النهارده يمكن فل حلو ان شاء الله لمباراه اليوم كابتن صالح كان تعبان جدا في التوقيت دوت وسافر مع المهندس عدلي القيعي بالرغم ان هو كان يعني مش قادر حتى يقف على رجله لكن الكابتن صالح في المؤتمر قال ان الاهلي هيكون متواجد بعد 100 سنه تانية للتدويج باللقب من جديد والحمد لله ما الاهلي متصدر في القرن ال21 وبفارق كبير عن اقرب منافسيه الاهلي جه في المركز الاول ب34 نقطه و وراه كان كوتوكو الغاني لو تفتكروا كوتوكو زمان كوتوكو كان من الفرق اللي ليها شنه زمان ب 32 نقطه وبعدين كانون ياوندي الكاميروني برصيد 27 نقطه في المركز الثالث دي فرحه كبيره جدا 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 للاهلاويه من حق كل اهلاوي انه يفرح ويفتخر بناديه نادي القرن في افريقيا نادي القرن اللي فات وما زال على الصداره في القرن الجديد يعني الحدث ده اللي احنا بنتكلم عليه قلما يتكرر لان حضرتك بتتكلم على قرن يعني بتتكلم على ميه سنه الميه سنه دي كان نادي الاهلي هو المتربع هو نادي القرن متربع على افريقيا بالتاكيد الاهلي في حته تانيه خالص